كاثرين، ممكن يعني لما بتطلع على بعض الرسائل اللي أنت كاتبتيها، مثلا حاط شيء في بداية السنة كتبت الآتي: شوية فضفضة من بداية السنة كانت صعبة بكل معنى الكلمة، صعوبة في الحركة، بدون رجل، محبوسة بين أربع حيطان، قاعدة على صوفة لحد ما يجوا الأولاد أو كريم، كريم اللي هو زوجك، يفتح الباب. صعوبة في حتى إداء أبسط الأمور، حتى مجرد دخول الحمام يعني، وهكذا. وبعدين يعني كنت تسمع وتشوف الناس بتشتري وكذا، وانت مش قادرة تدخل على المحلات تشتري لبس جديد او تشتري على ذوقك. الكيماوي عم بينهش جسدي، نهشوة في الاخر ما اعطى مفعول. كانت سنة كنت اشوف فيها تعب زوجي واولادي وحزنهم وعدم استقرار. يعني عاوز اقول باختصار، في طلعات وفي نزلات، في واحيانا بكون مراحل اللي الانسان بيشعر بألم، بيشعر بإحباط. صرت ما بطيء المجاملات ولا الرسميات، كنت أحلم أنه أحط رجل وأرجع أمشي زي ما قبل، وأحلم لحد ما خاب أملي. وبعدين بلاحظ من الكتابات يعني في مرات هيك في أمنيات في حياتك وعم بتحس أنه مش عم تتحقق، لكن من ناحية تانية عم بشوف في قوة، في لمسة حضور إلهي موجودة في حياتك. وضحي لنا الفكرة، يعني إيه هذا الإحساس والشعور اللي أنت بتمر فيه؟ حقيقي في صراعات كبيرة كبيرة في حياتي، بس أنا بعتبر إنه يوم ما بشارك صراعي وبشارك ضعفي وبشارك الحقيقة اللي أنا بمر فيها بشكل يومي، بعتبرهاش إنه نزلة، مش نزلة أو طلعة، بالعكس أنا بشارك الحقيقة. أنا بشوف إنه أغلب رجال الله وأغلب المؤمنين في الكتاب المقدس كانوا يشاركوا مشاعرهم، كانوا يمروا في حالات إنه يشعروا إنه في إحباط، يشعروا كانوا متأكدين إنه الله معهم بس يسيبهم هاي المشاعر الإنسانية. تذكرت جدعون يوم ما ظهر له ملاك الرب، قال له إذا بدي أقرأ الآية إذا بتسمح لي أسيس، قال له الرب معك يا جبار البأس. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. الفكرة اللي بدي أحكيها إنه كل شخص حتى مؤمن بشعر مرات في حيرة، بشعر إنه يعني عارف انه الرب معه بس محتار وبيسال: طب اذا كان الرب معي طب ليش بيصير لي هيك؟ ليش قاعد الامور بتتعقد زياده؟ طب انا كان عندي حلم انه على القليله احط اجر وامشي، على القليله قد ما اعيش في الاجر، لو شهرين لو 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 3 اشهر اعيش وانا حاطه اجر، حتى قسط الاجر ما زبطتش، كانه تسكرت الدنيا من كل النواحي. حقيقه حسيت في هذا الوقت انه خلص يعني سكرت، بس انا كنت متاكده انه حتى كل هاي الاشياء الصعبه الرب معي. يعني حقيقه في صراع، انا بحاول يعني احكي للناس واشارك انه انا فرحي في الرب مش معتمد على الظروف. انا بتشوفوني في السياره، باخذ السياره وبسوق سيارتي في البلد هون في بيت لحم، وبكون مبتسمه وعايشه زي الناس، يعني بشوفوني مبسوطه وكل شيء تمام، بقولوا يعني هاي وضعها منيح، هاي صحتها منيحه. لا، انا انتوا بتعرفوش قديش عندي صراع يومي، يعني بلا مؤاخذه اني البس بنطلوني. يعني حقيقة يوم ما كتبت هيك على الفيسبوك، يعني كنت شاعرة يمكن زوجي بيروح على الشغل 8 ساعات وأولادي في المدرسة وأنا بقدرش أقوم من صوفتي على كرسي يعني أفتح حتى الباب. فكنت شاعرة في مشاعر بسميهاش نزول، مشاعر حقيقية وظروف حقيقية أنا بمر فيها، بس برغم هيك الفكرة اللي كنت أوصلها، برغم هيك الرب معي، برغم هيك
انه انا فرحانه في الرب، برغم هيك قادره اعيش، قادره استمتع في حياتي، حتى قديش بعيش ظروف جدا صعبه، بس ما بخلي هاي الظروف تسيطر على حياتي. يمكن زي ما حكى المقوله، بقدرش ابعد طيور الهم انه تحلق فوق راسي، بس بقدر امنعها انه تعشش في مخي. ممكن يجي حاله احباط، ممكن يجي حالة اكتئاب، بس ما بخليها هي اللي تقود حياتي، بالعكس فترة بسيطة وبرجع لثقتي في مواعيد الله.